والأدب على كل حال من العلماء سهل معناه فقال هو استعمال مكارم الأخلاق. إيش معنى الأدب؟ أن تستعمل مكارم الأخلاق في فعلك إن فعلت، وفي تركك إن تركت، وفي قولك إن قلت، وفي سكوتك إن سكت، وفي إشارتك إن أشرت، وفي سكونك إن سكنت. هذا هو الأدب. ولذلك قالوا هو حلية الرجل وكسوة وصورة العقل. حلية الرجل وصورة العقل، صورة عقلك الذي لا يرى، صورته أدبك، فعلك، إن فعلت، إن قلت، إن سكت، إن تركت، إن فعلت، هذه هي الصورة الظاهرة للعقل. فانظر، قالوا فانظر بما تصور عقلك. تبقى تقول الناس عقلك أنت راويهم عقلك في أفعالك. ولذلك الناس لما يشوفوا واحد يسلك مسلكا معينا قالوا هذا عاقل، شافوا عقله. ما الذي دلهم على عقله؟ إيه دلهم على عقله؟ فعله. فالفعل هو الصورة الظاهرة للعقل. وإذا شافوا واحد كذا قالوا هذا مجنون، مسلوب العقل، فاقد العقل، وقد يسب ويشتم. ما رأوا ذلك عيانا، وإنما شاهدوا أثر ذلك في أفعاله فقالوا هذا ما عاقل، قال مجنون. فالصورة الظاهرة للعقل أفعال الفاعل، فعلا سلبا أو إيجابا، فعلا أو تركا. يقول الشيخ الكندي هنا في المصنف المجلد الثاني جزء الثاني صفحة 63 يقول قال بعض الحكماء الأدب أدبان، أدب شريعة وأدب سياسة. فأدب الشريعة ما أدى الفرض، وأدب السياسة ما عمر الأرض، وكلاهما يرجع إلى العدل. أدب شريعة تؤدي به الفرض، وأدب سياسة تصلح به الأرض، وكلاهما يرجع إلى العدل. وإذا أردت أن تعرف أثر الأدب على أهله فاقرأ سير المتأدبين، كيف أنهم ينتقون كلامهم انتقاء الحذر. يعني مثلا لما يقال للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما يقول لن تأكبر ولا النبي عليه الصلاة والسلام، أنت أكبر أم رسول الله؟ الواقع من الأكبر سنا؟ من الأكبر؟ العباس أكبر من الرسول صلى الله عليه وسلم سنا. طيب العباس الآن لو قال أنا أكبر سنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا ما صح؟ طيب هذا الصح ذا ألا يوجد ما هو أفضل منه يتلائم مع الأدب؟ يوجد. إيش كيف يتخلص من ذي الورطة العباس؟ إيش يقول؟ قال يقول رسول الله، يقول رسول الله أكبر مني غير أني ولدت قبله. شوف الأدب، هذا الأدب. يعني ما قد ما استطاع يقول أنا أكبر من رسول الله، شاف هذه كبيرة. يقول رسول الله أكبر مني غير أني ولدت قبله. وهذه عين هذه قالها الشيخ سعيد بن حمد الحافظ رحمه الله. قال له قائل أنت أكبر ولا أخوك الشيخ سالم بن حمد؟ الشيخ سالم علامة، والشيخ سالم الشيخ سعيد عالم. قال أنا مولود قبل لكنه أكبر مني، أنا مولود قبل لكنه أكبر مني. هذا الأدب. هذا إذا يعني تبغى مثال يتضح به المقال، الأدب عندما يتجلى في هذه الصور. عندما يقول هارون الرشيد للبرمكي وزيره، لوزيره البرمكي، يقول له وقد رأى أعواد الخيزران وقد نصب الخيزران. ذي الخيزران أم هارون الرشيد، الخيزران اسم أم هارون الرشيد، والفضل بن يحيى مقرب منه وزير البرمكي يعرف أم هارون الرشيد. فقال له هارون يقول له ما هذه؟ تو إيش يقول له؟ يقول له خيزران بيذكر أمه.
يقول كيف يجيبه. فحتى يتحاشى ذكر اسم أم الأمير قال هذه أصول الرماح أيها الأمير. ابتعد راح جاب جواب طويل بعيد. قال هذه أصول الرماح أيها الأمير. قال أحد الخلفاء لابنه وقد وضع المساويك, مساويك جمع مسواك, فقال ما هذا, قد جمعت المساويك بين يديه, فقال ما هذه؟ قال هذه أضداد محاسنك أيها الأمير, هذه أضداد محاسنك. ما بغى يقول إيش, هذه مساويك, هذه أضداد محاسنك أيها الأمير. فانتقاء الكلام من أهم المهمات. انتقاء, شوف احنا نجد لها هذا الآن الذي ذكرناه وما نجد له في كلام العرب كثير, نجد له أصلا في القرآن وهو قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. راعنا وانظرنا بمعنى, لكن راعنا شوي أعم, لأن راعنا ذي تشمل راعنا بمعنى تمهل إلينا والتفت إلينا, وراعنا أي أرعن سبه, يعني يمكن تكون سبه, وهي ما يريدها المنافقون لما يقول راعنا يا محمد, راعنا راعنا, فيريد بها السب, ما يريد بها راعنا يعني تمهل وانظر. فقالهم الله كلمة راعنا ذي تركوها, لأنهم يقولوها ليا بألسنتهم وطعنا في الدين, اتركوها وقولوا كلمة لا مدخل لهم منها إلى الطعن في دين الله ولا رسول الله. وقولوا إيش, قولوا انظرنا واسمعوا, يعني لا تعصوا, وللكافرين عذاب أليم. فترك الكلمة المتشابهة وأحالهم ودلهم إلى كلمة محكمة لا يمكن أن يطعن في رسول الله من خلالها. هذا هو الأدب.